بيكم قراء ومتابعي اليوم السابع. النهارده معاكم ظابط صلاح قضيه خاصه لاول عيال حفظ. بالمناسبه دي الحفظ تم اجراؤه مع العديد من المسؤولين المهمه. اعتبارا من اليوم الموافق 25 مارس 2020 يحظر على المواطنين في انحاء الجمهوريه الانتقال او التحكم على جميع خلينا بس ننبه على قراء ومتابعي اليوم السابع ان رئيس الوزراء قال ان اي مخالفه لهذه القرارات ستعاقب، سيتم اي مخالفه لهذه القرارات ستقابل بحذف، قد تصل العقوبه للحبس وغرامه لا تزيد عن 4000 جنيه. زي ما احنا شايفين كوبري اكتوبر فاضي فاضي خالص، دي من المرات القليلة اللي ممكن تشوف فيها كوبري اكتوبر فاضي. طبعا لو هنقول نبذة تاريخية كده عن كوبري اكتوبر، هو تم تنفيذه على 9 مراحل، ابتدى انشاؤه 1969 وانتهى 1999، يعني استغرق بناؤه 30 سنة وتوقف بناؤه 10 سنين للظروف الاقتصادية اللي مرت بيها مصر، وتم واستكمل بناؤه 1973، وتم تغيير اسمه بعد الحرب، حرب اكتوبر، من كوبري رمسيس لكوبري 6 اكتوبر. طبعا انا في التعليقات في ناس بتقول في عربيات، طبعا لسه النهارده يعتبر اول يوم حظر، ففي عربيات يعني برضو بنلتمس العذر للناس، وان كان لازم ناكد ان الغرامه يعني قد تطبق على الجميع، فمش عايزين حد ينسى الموضوع ده، ونحاول نخلص مشاورنا قبل الساعه 7. احنا بنتمنى ان ازمة كورونا ان شاء الله تعدي على خير والمصريين
شاء الله كوب اكتوبر ما يتزحمش برضه قوي زي الاول يعني. والله يا باشا